عليكم تحية خاصة لك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لأنك شاد حيلك بالاختبارات، وخصوصا إذا كان عمرك الدراسي من أولى متوسط إلى ثالث ثانوي. اسمع العلم طال عمرك. سيناريو دائما يصير معك يا حبي لك، إلى منك بغيت مدرس خصوصي، خابر اللي مدرس خصوصي ردوا عليك، ومن عجاك المدرس الخصوصي بالملحق حس له شهي وقهوة وما ضبط شرح وما فهمت، كان منفس المدرس الخصوصي برفع صوته عليك تبغى ترجع فلوسك. عطنا العلمي بفوزان، أبشر طال عمرك. أنا جايب لك مدرسين خصوصيين محترفين بالمجان. هلا لا ما تدفع، وتختار الوقت اللي أنت به مو باللي هو يبي. هذا يا جماعة تطبيق نون أكاديمي، يشرح لك الكتاب من الجلدة إلى الجلدة. طب وش المواد يا عبد المجيد؟ كيمياء، فيزياء، رياضيات، إنجليزي، علوم، أي شيء يستصعب عليك يشرح لك. طيب وش هي طريقة الشرح؟ يشرح لك كذا عام، ترفع الشاشة، تحمل التطبيق، تسجل، يجونك صفة من المعلمين والمعلمات، تختار اللي أنت ترتاح له وتفهم له وتسجل عنده حصة، ثم تدخل معه للحصة ويراجع لك الكتاب من الجلدة للجلدة. بنص الشرح ما عجبك تغير المعلم، معلم ثاني. طيب وحدة تقول أنا ودي أراجع أنا وخويتي فلانة، تقدرين تدخلين أنت وياها لنفس الحصة علشان تفهمون بعض. طيب في نقطة ما فهمتها، بنفس اللحظة تكتب يا أستاذ أنا ما فهمت النقطة الفلانية، هي عيدها لك. يعني كل هذا لك كم؟ بلاش. يمكن يقول بلاش.